بالنسبة للبرزنتيشن شباب دلوقتي، انتوا واضح ان انتوا واخدين مقالات بتتكلم حوالين المعماري وعاملين لها كوبي بيست على طول. طبعا الكلام ده واضح ان هو ما اتقراش، لان طبعا في كذا ريفير شخصي جوه السياق المكتوب اللي انتوا كاتبينه: in my opinion, in my opinion and so on. فطبعا الحاجات دي مين اللي بيتكلم؟ طبعا واضح ان هو الاوثر ذات نفسه يعني. طب انتوا فين من الكلام ده؟ فدي ده حاجه ان جنرال طبعا موقعه البرزنتيشن بتاعكم جدا. زي ما انتم شايفين هنا طبعا انتوا دخلتوا على طول بالبايوجرافي. البايوجرافي دي طبعا لو انتوا واخدينها من الارتكل يبقى تحطوا الارتكل في او اي سياق جاي بعد كده. انتوا واخدينه من الارتكل يبقى الارتكل ده تنزل في الريفرنس من فضلكم، لان الريفرنس اللي انتوا حاطينه بالذات اول واحد يعني هو هم حاطين معلومات مباشره. انتوا هنا حاطين حشو، الحشو ده انا عايز اعرف مصدره ايه، لان في اخطاء كتير. فالسياقات من فضلكم يعني المراجع المستخدمه تنزل كلها، لان انا كده كده بفتح المراجع دي خلي بالكم. فانا ببقى عارف طبعا ده جاي منين، لو ده مش جاي من ده يبقى عارف انتوا شغالين من ريفرنس تاني ومش موضحين ده. طبعا الكلام طبعا السياقات كلها محتاجه تتجزأ في الموضوع ده زي ما انتم شايفين هنا. يعني ما ينفعش تديني باراجراف طويل عريض بالشكل ده. حاول تحط ماركس على النقط المهمه وتبدا سطر جديد مثلا. يعني مثلا على سبيل المثال هنا انت بتبدا مثلا ايه، اتخرج ليه فصلت دول عن دول؟ ان انت حسيت ان دي نقطه ذات نفسها انت حطيتها كده ك ك ك ك كديباجة كلام، وبعد كده نزلت بالسياق. نفس اللي حصل فوق لازم يحصل تحت، لازم يبقى فيه ايه، تجزئه. اوكي، لما الموضوع تحس ان هو خلص ابدا خش في الموضوع الجديد. يعني مثلا هنا كل ده خاص بايه، درس في ايه، مش عارف ايه، اشتغل في كام في طوكيو. بعد كده دخلته على المشاريع المهمه: هاوس فور ان ارتست انسبايرد باي هاوسز اوف لويس كان. لازم تقول لي برضه هو انسبايرد باي لويس كان اشمعنى سبيسيفيكلي يعني. هو يبقى لازم تستعرض بعض من شغل لويس كان، او تقول اي توضح اي مساحه جمعت فكر الاثنين مع بعض. هل هو طالب مثلا كان ده اتشرح له في محاضره فاعجب بيه، هل هو بيشتغل حصل كونتاكت ما بينهم او كونتاكت باعماله فاتكلم عنه، زي المثال اللي قبل كده بتاع اندو، ان هو كان اللي دخله في موضوع العماره المبنى بتاع طوكيو اللي هو الامبيريال هوتيل. فانا كنت قايل برضو المجموعه تانية لازم تنزل له صوره، فالمفروض التعليق للكل عشان انتوا تستفيدوا من الكلام ده. انما ما ينفعش تقول لي هو عجبه شغل لويس كان وخلاص. ما لازم توضح لي لويس كان، تديني اي فيجوال فيتشرز اقدر اشوفها بعيني عشان اقدر اشوف مدى التقارب فعلا اللي انا هلمسه بعد كده في الشغل اللي انتوا هتنزلوه او في الكيس ستاديز اللي انتوا هتنزلوها بخصوص الشغل بتاع ايه ده ذات نفسه. ذا نيرفانا هاوس اي كيوب هوز جابس درو ا فيس. انتوا عمالين توصفوا حاجه محتاجين فعلا صوره نشوفها. النيرفانا هاوس ده يعني لازم يعني يبقى فيه مثلا الكلام ينزل لحد هنا مثلا، لما يظهر اسم لازم تظهر لي هنا على جنب صوره للصوره للعنوان ده. فمين قصدي؟ ان انيليشن هاوس was carried out in chat mark the beginning of his research on a new architecture archetypes. The house as a diet نفس الكلام برضه، فينه completed in كذا كذا prefigures the series of 10 toys block houses that he projects in the image of a construction game for children, denouncing himself the limit of his former route. He ends his series by saying هنا ايه ده، who defines her، هو راجل ولا ست مبدئيا كده يعني. يعني دي انا عايز اعرف دي ازاي نزلت كده بالشكل ده. هل الكلام ده تم قراءته اصلا؟ creative approach by aphorism. لما تقول لي حاجه aphorism لازم توضح بعديها يعني الابروتش، الكريتيف ابروتش اللي هو form follows fiction، انما الافورزم دي in general هي عباره عن ايه؟ لازم توضح لي. اوكي؟ means by this to free herself، برضه اشاره ثانيه تتكلموا على واحده ست، from all formal restrictions. طبعا يا خوفي يكون الكلام اصلا على معماريه ثانيه وانتوا دخلتوها في تكليف فومي هنا by mistake يعني. ان شاء الله انا بتعشم خير برضه. in order to disguise the architecture function with an original form. بس in general too much text، محتاج ان هو يتجزأ، محتاج صور مساعده على السلايد دي تحديدا يعني. هنا انت بتتكلم على الاركيتكت جروب
اولا لازم التايتل فوق برضه تكون انت ستيل، يا اما في البايوجرافي يا اما في الباك جراوند، وبعد كده الاركتكست جروب دي تنزل تحت. تمام، انتوا بتوضحوا هنا النوتابل كيز فيجرز او الكاركترز بتوع المجموعه، تاكيموتسو ازوما، ماكاتو سوزوكي، مينورو تاكياما، اند سو اون. اوكي، فهنا دي لازم تنزل انترودكشن واضحه بصور للناس دي. تمام، بعد كده انتوا خدتوا حالتين، تاكيموتسو ازوما ومايومي مياواكي. ليه دول تحديدا يعني؟ يعني ليه ما عرفتوش بقيه المجموعه بالمره؟ انا مش بقول ان المطلوب ان تعرفوا كل المجموعه، انا بقول يعني لو انتوا هتستعرضوا اشخاص محددين جوه الاركتكشر جروب لازم تقولوا ليه، وده كان يعني ايه، او ده هيفيدنا ازاي في تعرفنا على المعماري. يعني انتوا هنا حتى الطريقه اللي انتوا تستعرضوا بيها الحالتين دول مثلا اللي هم بتوع الاركتكس دول، انتوا كاتبين بايوجرافي عاديه، بس ايه هي الكومن ثوتس او الافكار المشتركه بينهم وبين ايه ده؟ لازم توضحوا ده. قابلهم، اجتمع معاهم، حطوا مع بعض ميثاق، كتبوا مانيفستو مع بعض، ما حدش فاهم برضه يعني فدي حاجه. دخلت بعد كده على اللوجيك اند ستايل، لازم تحت الصور تكتبوا بيانات، يعني لازم اسم الصوره دي ايه؟ ده ايه ده؟ هل ده التين بلوك هاوس ولا الدول هاوس ولا ايه بالظبط اللي هو ايه عمله يعني؟ هنا بقى نخش في اللوجيك اند ستايل. ان ذا باست اي هاد اوريدي، اي هو مين اللي بيتكلم؟ طبعا مش انتوا، طبعا اكتشفنا في الاخر ان هي ارتكل وانتوا واخدين منها الحاجه ومنزلينها بنسبه 100% يعني. فطبعا الكلام ما اتقراش، طبعا ما اكتشفتوش بقى ان اللي بيتكلم شخص بيحكي عن تجربته لما كان بيحاول يتعرف على اعمال ايدا، وبيحاول ان هو وبعت له ايميل ورد عليه وكل ده. طبعا السياق بس ايفن اف يعني لو انت عملته كده، ده يتقرا الاول ويتشال اي ضمائر خاصه بالاوثرز، وتبداوا انتوا تتكلموا باسلوبكم عن الموضوع، والكلام برضو من فضلكم يكون مجزأ ومدعوم بصور. 10 بلوك هاوسز لازم نشوفه، لحد دلوقتي عمالين تتكلموا عنه ما شفناهوش. And so on. فطبعا دي حاجة مش واضحة خالص في البرزنتيشن. Until now in other posts يعني هو مش عارف ايه posts دي تقصدوا بيها ايه، هو كان بيبعت له جوابات ولا كان بيكتب له posts ولا ايه القصة يعني. That the architecture culture had in the childhood. انا برضو اخاف جدا اكون انا بتكلم على الكلام ده وانتوا لسه بتكتشفوه معايا دلوقتي. The childhood world دي تقصدوا بيها ايه؟ ولا childhood world يعني عالم الطفولة ولا كلمة الطفولة؟ مش واضحة، وحتى السياق اللاحق بعد كده مش موضح اذا كان عالم ولا كلمة. For me was important to observe and analyze the way، انا حاسس ان هي world مش world، معرفش ليه. The way that architects looked to the children and to the childhood along history. يبقى كده في اشاره للادب الياباني او ادب الاطفال الياباني، لازم تحطوا حاجه تاريخيه مثلا بتورينا الشايلدهود ايمج وزن الجابانيز كلتشر ديورينج ذا هيستوري كانت عامله ازاي، ملامحها عامله ازاي. ادب الاطفال هنا بنتكلم عليه. In this specific case we face the opposite way process. هنا مش مفهوم خالص. We face the opposite way process. The Ada's houses show how the childhood culture that is influenced by architectural culture can in its turn influence an architectural design process. ماشي، it is مفهومة دي. It is not the unique example. I remember the UNI set corporation, UNI set corporation and its TV set design. A TV set design بخصوص ايه؟ relationship between the kites and the houses in the Charles Amis أركيسي. دي ما كتبتش بشكل واضح، واضح لما خدت كوبي بيست ما الماوس خانته هنا في الحته دي. عيب عليكم فعلا جدا يعني. برضو افتراضا لحسن النوايا انتوا كملتوا هنا السياق على طول. The post modernist POMO، لازم تعريف للبومو هي عباره عن ايه اصلا. As an approach as a post modernist approach. صور مساعده من كذا مشروع توضح الكلام ده. الصوره المزنوقه دي على اليمين معرفش بتعمل ايه، ودي خاصه بانه حاجه فيهم. لازم الصور تبقى جنب بعضها او حتى تبدل ما بينهم، واحده تظهر واحده تختفي، يعني تظهر الواجهه تختفي، يجي المسقط and so on. خلوا العرض متحرك شويه. سوبر فلات كاي كاي contemporaries still dominate galleries and auction houses worldwide. BOMO architecture however it is not as revered. احنا مش فاهمينها بصراحه باجماع اعضاء هيئه التدريس كلهم. It is not as revered making up that tiny
بلاي بتوين نيمايرز، نيمايرز فيوتشرستيك برازيلي. هل شفتوا نيمار فيوتشرستيك برازيلي؟ هل شفتوا الاربن سكيم كان عامل ازاي؟ شفت الاركتكتشر سكيم كان عامل ازاي اوسكار نيماير؟ ولا بس بتحطوه كده في الكلام وخلاص؟ لو فرضا ان انتوا شفتوه لو فرضا ان انتوا شفتوه بتبخلوا علينا ليه ان احنا نتعرف عليه ونشوفه؟ نشوف اي ايمج او اثنين او ثلاثه من فيوتشرستيك برازيليا. عارفين برازيليا دي فين اصلا؟ هتوسم ان انتوا عارفين. سكاي سكرابر مادنس ذات بريفيلز توداي. There are however a few وايه ايه سكاي سكرابر مادنس ذات بريفيلز توداي؟ انتوا بتقصدوا بشكل عام يعني ده حاله تشخيص للجنون المستعر في انشاء ناطحات السحاب مثلا على غرار نيويورك وشيكاغو اند سو اون، ولا ايه؟ لازم صور، صور تدينا دلالات، يبقى في ايفيدنس بيدل بنستدل بيه على معنى الكلام والدايركشن اللي الكلام عايز ياخدنا فيه. There are however a few pomo architects whose designs still astonish those who come across them, none more so in my opinion than Takefumi Ida. In my opinion. حتى لو كتبتوها in our opinion كنت هتوسم يعني ان انتوا ايه كجروب بتعبروا عن رأيكم يعني، بس طبعا الكلام هو اللي فضح الدنيا للأسف. طيب بلوك هاوس Toy Block House is nine is not a real house but instead a doll's house which already mentioned earlier in this article. ها شايفين in this article تمام. دوروا بقى انتوا يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده. It could easily be confused for a scale model for a toy block house project. طبعا انا ما احتجتش بقى اكمل اكتر من كده. انا I hate يعني I really يعني negatively consider the idea ان انتوا تحطوا كلام مش مقري اصلا من اي مصدر. خلاص بقى اسمنا سلمنا بحث وخلاص يعني. حتى بصوا بدايه السياق هنا in a very interesting book. ايه ده؟ لو مش عارفين نكتب انجليزي نكتب عربي، ما عنديش مشكله، العربي لغتنا الام يعني، ايه المشكله ما نكتب بالعربي بشكل واضح. راجعوا الكلام بتاعكم. He explains the narrative behind the quite extensive toy block series and the الكتاب بيكبر. ده لو دي إشارة للكتاب اللي هو كان متناول فكرة ال toy block architecture أو toy block special building أو whatever، تنزل هنا صورة كبيرة للكتاب وينزل إشارة هنا لل project ده، عشان برضو انتوا عايزين تقولوا ان ده الاختلاف بقى اللي نتج عن طريق تفاعل تاكيفومي ايه ده مع الـ مع الـ مع التوي بلوكس. الكلام للكل طبعا، كله طبعا بيسمع البرزنتيشن ده. البرزنتيشن ده بالنسبه للمجموعه دي انتوا هتعيدوه تاني اللي هو جروب 3. كلام لجروب 3، احنا كده طبعا جروب 4 مش هيستنى شويه بقى، مش هيبقى الاسبوع الجاي. جروب 3 هيعيد ده تاني بالملاحظات اللي انا قلتها وقللوا الكلام شويه، وفي نفس الوقت من فضلكم انا عايز فويس، اعملوا فويس ريكوردنج مع الباوربوينت ده. الباشمهندسين هيوضحوا لكم ازاي، بحيث ان انا عايز اسمعكم بتتكلموا. لان طبعا انا واضح كده ان انا لو حكمت على السياق المحطوط ده كل المجاميع اللي جايه هتاخد درجات مش كويسه. فانا هدي فرصه ثانيه لجروب 3 ولكل الجروبس تراجع نفسها ازاي. طبعا احنا في اوضاع خاصه دلوقتي، مش عارفين نشوف بعض فيس تو فيس، فانا هعتبر ان انتوا واقفين قدامي دلوقتي. انتوا هتسجلوا لي الفويس بس، مش ما تعملوليش فيديو ولا حاجه، فويس. طبعا دي عايزه بروفا، تقعدوا مع بعض تتجمعوا او كل واحد يمسك جزئيه، تتواصلوا اونلاين. المهم في الاخر انا عايز ملف فويس موحد، وانا هجري السلايدز وهسمع. طبعا لو عرفتوا توصلوا الاليه تخلوا الفويس ماشي مع السلايدز خير وبركه، لو ما عرفتوش سجلوا فويس بس. طبعا وانتوا بتسجلوا فويس لازم تكونوا ايه بتقلبوا في السلايدز عشان يكون الصوت متزامن مع السلايدز. لما اجي انا افتح بقى واشغل الفويس هبقى عارف طبعا انتوا في انه سلايد، يعني بمجرد بس ما اقلب في السلايد هعرف انتوا فين وهبقى متزامن معاكم بشكل كويس. اوكي، فانا مش هحط درجه المره دي وهسيب فرصه للاسبوع الجاي للبرزنتيشن بتاع جروب 3. البيبرز خلاص انا اتسلمتها بالكامل، دي مفيش فيها اعاده ولا حاجه. شكرا، اشوفكم على خير الاربع جاي، توفيق ان شاء الله.